بأعداد كبيرة. بروما لدي دروغبا توسيع والاعتراض موجود، الاعتراض من دانييل مراتان يرجع لمساندة الدفاع. دانييل مراتان اخوالو تاني نونكو توسيع حتالو في الجول، الهدف الاول لجالاتا سراي. اعتقد على حامل الكرة تنتهي بالافتكاك التوسيع وفيليب ميلو الكرة بالراس البرازيلي فيليب ميلو. هذه الإعادة الضغط من ديدي دروغبا على دانييل مراتان، افتكاك من داني نونكو، التوزيع وقادم من الخلف دون رقابة لاعب وسط الميدان لاعب الارتكاز فيليب ميلو براسية قوية يغالب يوان فيلان ويفتتح التسجيل لجالاتا سراي. فيليب ميلو دي كارفالو للموسم الثالث مع قلعة السرايا لاعب فريق يوفي فيرونتينا. لميلو ايمانويل ايبوي لبروما واحد اثنين، تفاهم كبير بين بروما وايبوي، يمشي لفواري الكرة الثاني عمل كبير ويستي شنايدر يسجل الهدف الثاني بعد عمل ومجهود كبير لليفواري ايمانويل ايبوي. قل التركيز كبير لفريق جالاتا سراي للرواق الايمن وتفاعل كبير بين ايبوي وبروما. كرة يتوغل من خلال ايبوي، ننتظر لعادة كان في بداية العملية. اكثر الصورة هذه التمريرة الاخيرة في اتجاه ويست شنايدر، عمل اكثر من 50 متر ايبوي من مناطق جالاتا سراي يتجاوز وسط الميدان واحد اثنين بينه وبين بروما. هذه الاعاده في الاخير تمهيد في مكان مناسب. وشنايد مدرب فريق اف سي كوبنهاغ سول باكان اكيد تفضل لهذه النقطه. بروما ايبوي الثالث والثالث، هذه الخطوره قلت نختار رياضي من اليمين من ايمانويل ايبوي رجل الشوط الاول لحد الان وهدف في بواري 100%. ايبوي ومان ودروغبا الكرة في شباك يوان فيلان، هدف ايبواري، العمل من ايمانويل ايبوي والتسجيل لتيدي دروغبا. الخطوره تاتي من يمين جالاتا سراي و45 دقيقه ممتازه لإيمانويل إيبوي. هذه الإعادة حتى كورة إيبوي يطلبها في ظهر المدافع بينكسون يمهد شاهد جيدا ديدي دروغبا ومكان وجوده دون رقابة داخل منطقة الجزاء يرفع راسه يشوف زميله ومواطنه اطلو كورة في دماغ والبقية دروغبا ما نسود في هذا الشوط الثاني. ولو أنه حاول إضافة أهداف أخرى لكن الحظ لم يكن الى جانب مهاجمه بوراك يرمز. هذه كرة وهدف تبديل الفارق، هدف تبديل الفارق عن طريق البرازيلي كلاوديمير. كلاوديمير يتمكن من تبديل الفارق قبل اقل من ثلاث دقائق، قول دقيقة 88. هذه الإعادة واحد اثنين انطلق فيها كلاوديمير يلعب واحد اثنين مع نيكولاي يورجنسن وينهيها كلاوديمير في زاوية بعيدة على فرناندو موسليرا. من الكرات والمرات